مالك يا ماما سلامتك يا حبيبتي؟ متقطعه يا بنتي، حاسه بايه؟ متقطعه. الله سلامتك، الف سلامة عليك يا ماما. مش حضرتك مسكنات الدكتور قال وقف المسكنات؟ كفايه بقى تدعي لي بالشفاء، ادعي لي بقى اني اموت. عبد الشر عليك، انا عارفه الموت غايب عني ليه؟ طب يا ماما تقولي كده، متقطعش قلبك. الموت يا بنتي ما هو الشر، ده الموت راح راح قوي اللي زي حالاتي يا بنتي. سلامتك يا امي، بعد الشر عليكي، ما تقوليش كده. لو متي انا هعمل ايه غيرك يا ماما؟ عايزاكي بقى ترتاحي مني بقى. لو سبتيني مش هرتاح يا ماما، عايش لوحدي المشكله. طب كريس اختك هدى بختها مال، كانت شالت معاكي شويه. معلش يا ماما، مش هدى بس اللي بختها مال، كلنا بختنا مال. نصير يا رب. سبحي يا رب، سبحي بالشافي واستغفري ربنا هترتاحي. حاضر. اعملي زي ما بتعملي زي ما. حاضر. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. واتوب. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه.